الموالد صلاة تسمع كل غائب وشاهد وتقمع كل شيطان مارد. رعاية الأستاذ الدكتور محسن الضالي رئيس جامعة الكوفة، وبإشراف الأستاذ الدكتور علي فضيل الحجي عميد كلية التربية، وتحت شعار أئمتنا نهج حياة وغاية مسار، نقيم قسم علوم القرآن الكريم والتربية الإسلامية مهرجانه الثقافي والعلمي مناسبة ولادة الأئمة الأطهار في شهر شعبان المبارك. وحيث ما نبدأ به حفظنا الكريم آيات من الكتاب الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب هادي عبد اللطيف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته مع حفظ الألفاظ والمقامات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى الولادات. فهنيئا لكم ولشيعة أمير المؤمنين
هذه المواليد المباركة، ولكن يجب أن نستلهم الدروس والعبر من الأئمة سلام الله عليهم. نحن في عمادة كلية التربية وضعنا خطط استراتيجية حينما تسلمنا شرف المسؤولية، ولربما كانت الروايتين أو الروايات المتعددة التي قالها الأئمة سلام الله عليه منها الروايتان الآتيتان. الرواية الأولى من تساوى يومه فهو مغبون، والرواية الثانية ادف الأرض قدمك وارمي ببصرك أقصى القوم، وهي تدل على التخطيط الاستراتيجي والمستقبلي لأي مشروع يقوم به الإنسان. حقيقة اليوم نحن في تنافس شديد مع الجامعات الأخرى، وفي تنافس شديد مع الأقسام المتناقضة، وتعلمون قبل أيام ظهرت نتائج التصنيف الوطني للأقسام العلمية. هذه المخرجانات مهمة جدا للأقسام العلمية وعليها درجات تقييم. اليوم الجامعة تراقب وتقوم الأقسام العلمية حين لا ينهض قسم معين بنشاط معين فله درجة التقويم. اليوم قسم علم القرآن مشهورا بأساتذته ورأس قسمه قد نهضوا بهذا المشروع المبارك بالإشراف مع الطلبة المؤكدين على النشاط العلمي والبحث العلمي، ولكم ألف تحية وألف شكر لعمادة كلية التربية، ونسأل الله أن يكون هذا المهرجان المهرجان السنوي قائم على المؤتمر العلمي في بحوث الطلبة إن شاء الله، ومتضمنا لأنشطة وفعاليات طلبة قسم علوم القرآن، فإنه يدخل في التقييم العلمي للأقسام. أسأل الله التوفيق للجميع، وألف شكر للجنة التحضيرية والتدريسيات والتدريسيين الذين بذلوا الجهد الكبير في إحياء هذا المهرجان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: نحن من شجرة بارنا الله من طينة واحدة، فضلنا من الله وعلمنا من عند الله، ونحن منار الله على خلقه والدعاة إلى دينه، والحجاب فيما بينه وبين خلقه، خلقنا واحد وعلمنا واحد وفضلنا واحد وكلنا واحد عند الله عز وجل. نحن 12 هكذا حول عرش ربنا جل جلاله، في مبتدئ خلقنا أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد. كلمة رئيس القسم الدكتور فارس السلطاني فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد عميد الكلية الدكتور علي حجي، السيد المعاون الإداري، السادة رؤساء الأقسام والأساتذة المحترمون، أبناؤنا وبناتنا الطلبة والطالبات، أسعد الله صباحكم في هذا اليوم المبارك من شهر شعبان الأغر. كنت أود أن يكون عنوان مؤتمرنا هذا أو احتفالنا هذا حديث الإمام الصادق عليه السلام: شيعتنا يفرحون بفرحنا. الفرح الذي يحبه الله عز وجل وهو الفرح الرسالي،
ومعنى الفرح الرسالي أي الفرح الذي تكون عليه آثار السلوك. والأئمة عليهم السلام لم يمنعونا من الفرح، بل بالعكس أمرونا أن تكون لنا مناسبات وأفراح مثل ما تكون لنا مناسبات أحزان، لكن غلبت مظلومية أهل البيت عليهم السلام على الحياة، فكان اندفاعنا نحو أهل البيت عليهم السلام حزنا أكثر من اندفاعنا لهم فرحة. وفي هذا اليوم الذي نحتفي به بهذه المواليد العظيمة للأئمة المعصومين عليهم السلام، بدءا بالإمام الحسين وانتهاءا ببقية الأوصياء، أرواحنا من تراب مقدم الفداء الذي مضى 15 من شهر شعبان نيرا جليا لذكرى ولادته الميمونة، نسأل الله عز وجل أن يكتبنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أخواني وأخوتي وأبنائي وبناتي، أعظم شيء نقدمه لإمامنا صاحب العصر والزمان سيرنا على ما خطه لنا أئمتنا، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن نعيش اليوم مع الأسف في أفكار الكثيرين انتظارا سلبية، وأنتم تعلمون أن الانتظار عبادة، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بحديثه المعروف انتظار الفرج عبادة، وفي الحديث دلالة اختزامية أي أن المنتظر يعد نفسه إعدادا عباديا. والله عز وجل أمرنا بالانتظار لأن الانتظار عبادة يفرز فيها الشاكر من الكافر، وقد مر الانتظار على كل الأمم السابقة من نوح عليه السلام الذي قال عنه القرآن ما آمن معه إلا قليل، لأن الجمع الذي كان معه تقول الرواية مر به قومه وبين أيديهم النوى أو بذور في تلك الصحراء التي كان يعيش فيها. ما تصنع يا نوح؟ قال نبذر بذرا ليكون منه شجر نبني منه سفينتنا وهي سفينة النجاة. فتضاحك القوم، وقد ذكر القرآن سخرية قوم نوح من نوح، ورد نوح عليه إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما أنتم تسخرون. ثم كان بعد ذلك من قومه الذين ينظرون إلى تلك الصحراء ونوح يبذر فيها البذر، لم يبقى من قومه إلا ثلثان، ثلث من أولئك القوم تركوا نوح واتهموهم الجنون. ثم بدأ بعد ذلك الزرع وهم يسألون، وهذه المدة التي مرت على نوح وصفها القرآن بوصف غريب من حيث السنين، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعو ويبذر ويزرع إلى اللحظة الأخيرة، تفرق عنه قومه إلا أقلهم أو إلا أقلهم، وقال القرآن وما آمن معه إلا قليل. هذا الانتظار هو الذي هيئ أهل البيت عليهم السلام أنفسنا لاستقباله، لأنه شديد، حتى قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض الروايات التي تتحدث عن مستقبل الشيعة أيام الانتظار
يقول كأني بشيعته يجولون جولان النعم، ألا فمن ثبت فيهم على إيمانه، من ثبت فيهم على إيمانه منتظرا الأمر فهو معي في درجتي يوم القيامة، لأنها مرحلة خطيرة من مراحل حياة الإنسان، الانتظار الإعدادي. ماذا يعني؟ يعني هو ثلاثة: انتظار على السلوك الإلهي، وانتظار على الجانب النفسي، وانتظار على الجانب الاجتماعي. أما الجانب الإداري فتهيئة الأرض لاستقبال الإمام، وهذه مهمة كبرى، المجتمع كله عليه أن يتهيئ لهذا الانتظار. والانتظار النفسي الذي نعيشه إيمانا منا بأن الإمام مطلع على أعمالنا، مطلع على تفاصيل حياتنا، بل كل ذنب من ذنوبنا هو سهم نوجهه إلى قلب إمامنا سلام الله عليه، كل ذنب، وكل عمل خير ومعروف وحسنة فهو سرور ندخله على إمامنا. تصور قلب الإمام وهو يعيش هذه الأزمات المتعددة، قلبه يتقسم من الهم، وأنت تزيده هماً بذنبك. أما القسم الثالث من الانتظار فهو على الجانب الاجتماعي: أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. إجمالاً أعتذر عن الإطالة، أسأل الله عز وجل أن يكتبنا جميعاً من الذين يفرحون بفرحهم ومن الذين يسيرون على دربهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد عميد كلية التربية المختارة المحترم، السيد رئيس قسم علوم القرآن المحترم، أساتذة قسم علوم القرآن المحترمون، الطلبة الأعزاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: للشقائي الحسن من كل أحد حسن، ومنك أحسن لمكانك منا، والقبيح من كل أحد قبيح، ومنك أقبح لمكانك منا. يوفي الانتماء إلى أي جهة مكانة عالية إن كان المنتمى إليه عظيمة، ودانية إن كان المنتمى إليه دانية. فعظم بيت رسول الله وكتاب الله لإضافتها للحق تبارك وتعالى، وكذلك بيت الله العظيم، ودنا كيد الشيطان وعمل الشيطان لإضافتها إليه. وهنا ينبه الإمام الصادق عليه السلام إلى ضرورة الالتفات إلى هذا الانتماء الذي يضاعف ثواب الفرد معه إن أحسن التصرف فيما عرض عليه، كما أنه يضاعف له العقاب إن أساء التصرف فيه. وهذا ما أكده القرآن الكريم في بعض آياته، قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ونحن اليوم في قسم علوم القرآن الكريم يشملنا قول الإمام الصادق عليه السلام الذي قاله للشقراني عندما طالب الإمام عليه السلام أن يأتيه بعطائه يوم العيد، عندما دخل الإمام عليه السلام على المنصور فخرج وأعطاه عطاءه، ثم قال له ذلك القول لأن الشقراني كان حفيد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينتسب بذلك إليه، ولكنه كان يشرب الخمر. فمن كلام الإمام الصادق عليه السلام تتضح مسؤوليتنا كطلبة العلم عامة وكطلبة قسم علوم القرآن خاصة، فإن انتماءنا لهذا القسم
يساعد على الغش او يغض البصر عما ينغش فكذلك له ضعف العداء. فضلا عن انتمائنا الى قسم علوم القران ننتمي الى انتمائين اخرين يحتمان علينا الانتباه الى تصرفاتنا، وهما انتماؤنا الى اهل البيت عليهم الصلاه والسلام بكوننا من شيعتهم اولا، وكوننا نسكن على ارض امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، ارض النجف الاشرف، تلك الارض المقدسه التي تعطينا شرفا وقدسيه من شرفها وقدسيتها ثانيا. واخرا، بالنيابه عن جميع زملائي في قسم علوم القران الكريم والتربيه الاسلاميه اقول الحمد لله والشكر موصول له على جميع نعمائه التي انعم بها علينا وفضلنا بها. ومن ثم اشكر عميد كليه التربيه المختلطه المحترم ورئيس قسم علوم القران المحترم واساتذه قسم علوم القران المحترمين مع حفظ الالقاب والمقامات على ما بذلوه لنا ويبذلونه من ارشاد ونصح وتدريس وعلم لا ينبغ، سائلين المولى عز وجل دوام التوفيق لنا ولكم في هذا الطريق المبارك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل الوجود لجود شخصك شاهد، يا من على لوح الحياة مخلد، يا من به قلب منير أبيض وبسيفه المسلول موت أسود وبعينه اليمنى منارا للهدى، حياك فيها بعد ربك أحمد، وبكفه المقطوع يزرع علم يخطو إليه الحائر المسترشد، وبرأسه المشدور نهر سائغ يروى به الطهر اللبيب الأمجد. أنت الحمية والهبة والعز والآلاء والفخر، وأنت السؤدد، فأنت نار لا يرد لهيبها على العدا في بأسها تتوقد، وأنت ماء كالزلال وبارد تروى بعذبك من صداها الأكبد. عباس يا عز الحياة وفخرها، لشخصك الطهر الخلود يغرد، رسمت يداك بكربلاء مواقفا ترقى بها روح الأغاة وتصعد. قصيدة للطالب غيث حسن، فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله صبرا على البلاء وشكرا على جميل الآلاء، وأسأل الله لزوم طاعته وعبادته، وصلوا على محمد وآل محمد. أهل بيت طهروا من دنس وهم في الخلق أسباب النجاة، رؤساء الدين أقطاب الهدى، ولهم في الحشر أسمى الدرجات، فإذا ما ذكروا في مجلس كانت الأملاك فيه نازلات، وليمحى كل ذنب عندنا أرفعوا أصواتكم بالصلوات. حجر حجر على غيره ذكر الوفاء ابدا، اذ لم يدع في الوفاء جهدا لمجتهد، ولن يرى مثله يوم خائفة الا ابوه ولولاه قلت جدي. فرد ولو بعضه في الخلق كلهم، الفيت كل نبي في الانام هدي. ولن يرى مثله يوم الإخائفة إلا أبوه ولولاه قلت زدي. فلو أنذر الشمس يوما ما بمعركة لألفت الناس في ليل إلى الأبد. فأين موسى وقد نودي بوادي الروى، أمنا ونعليك فاخلع فيه وارتشدي، من الذي خلع الكفين حين دعي لدى الإخاء ولبى غير مرتعد. صلوا على محمد وآل محمد. دهر أتتنا به الدنيا على هرم، فلم يخف فتنة إلا وقد حذق، لازلت منه على ضنك وفي وجل، لو لم يكن لي أبو الفضل الشريف وقاه،
حييته من جوار العلقمي لفتى كان اليمين من الإسلام والحدقة، وزرت مرقده المرهوب سائلة مدامعي من غدت من بابه حلقة، لله قبته والليل جل لها، قد كاد من نور لولا الجود لاحترقا، كأنها العرش فوق الماء قد مسلت بها، ضمير قضاء الله قد حلقا، قبر إذا الوفد وافى بابه علمت نفوسهم أن باب الهم قد غلقا، وروضة ما زج الأقدام روقتها، كأن بنيانها بالحسن قد رشقا، حاشا وما الذل من أخلاق زائرها، لكن بحبل من الإشجار قد ربط باب الحوائج لا يلوي القضاء يده، حاشاه واليأس في أبوابه شنقا، وإن كفا علي كان يلثمها لو حاولت مشرقا من مغرب شرقا، هذا مناخ المنى هذه منازله، هذا الندى والردى إن غات أو برق، هذا هو الغيل فاحذر قبل تدخله ألا تري ليثه الإذلال والفرقا، أخو العقيلة لا مثل ولا شبه به الوفاء بعد طول العقم قد رشقا، عم الأئمة وابن الليث من مضرن، أخو الإمامين إن صالا وإن غلقا، ساق العطاشا وقد فتت عشاء الغمن، وفاقد الشيء يعطيه إذا عمقا، وابن العفيفات قد أربى على نسب ما بين فهر وعليا عامر، دهقا لا تبدو كأبيه في الرجال ولا كأمه في نساء الخضر، لا تنقى كأنه بين قودي نجدة ونهى نهار مجد على سفحيهما انفلقا، عينا أبي طالب الفياض قد علمت من بيته العرب هام الملك والعنقا، حلف الكتاب إذا أنشى تلاوته لم تدر أيهما القرآن إن نطقا، وزاهد الدهر لا دنياه مترفة ولا بمعذارة في العسر طرقا، له الجمال ولو أن الأنام وعت لم تدع بالحسن إلا من به رشقا، بدر وللحسن شورى في شمائله ما بين خلق وأخلاق به اتسقا، حكت به كربلا ليل الهرير الرحن، فشاهدت يوم بدر أرضها غسقا، وناتجت أحدا منه الثمات فلم يجعل لها في سوى الأحزاب مفترقا، فأرجع القوم صرعى لا حمين ولا خفاه، بل تحت أشلاء الغدا فرقا، أبكى أبو الفضل دنياه وأضحكها، وغادر الدهر لا عين ولا طرقا، وعاد بالماء إلى خاب ابن والده لو أن سهم الردى عن عينه مرقا، فلا أدري أكفاه التي قطعت أم قلب فاطمة من أصله نفقا، أم هل قد رقى العمد المشؤوم هامته، أم أنه شملها لله قد فرقا، لم أنس والصدق قد وافاه منحنيا على الجلادة إلا أنه شهقا، يعلي النشيد ولم يبق البلاء به، للصبر حلا ولا للود منطلقا، على أخيه يرهق الدمع لا سلمت محاجر لا يرى فيها البكاء خلقا، تقبل العين منه العين آيسة، ويثم الصدر منه الصدر منتشقا، بدر وللحسن شورى في شمائله ما بين خلق وأخلاق به اتسقا، أيرتقي الشمر صدر الصدق منتعلا، لهفي عليك وهل بئت كيف رقا، أن فاتك الأمر حاشا، والنساء غدت تدافع السمر تحت النقع واليلقا، لله حلمك لو فرعون جاز به في إثر موسى غداة اليم ما غرقا، لا عذر والنيب يا ابن الأسد جد بها للشام سابقها من بعد ما اعترقا، خزلا عليها عديمات الجيوب علت رغما، ولكن غيات الجيوب تقى، وحسبها شم ذلا او ذلا بعد عزتها، دخولهن جهارا مجلس الطلقا، الشام لا كان يوم الشام
لا قبلت من بعده توبة الجاني وإن صدقا. هيهات هيهات أو تقتادها شعوذ تعلن هياج صعيدا بعدها زلقا في فتية ليتني منهم معذبه كل بغير دماء أعداك ما أنقى فما لصبرك بعد الشام من إرب ولحمك المر يوم الطف قد معقى ويا شديد الهدى لا دين بعدك في هذا الوجود لذي دين وين عتقى إني إليك لمشتاق الفؤاد ولا كمثله الصخر إلا أنه انبثق تشت الأنام بأبواب الملوك جدا وغير بابك قلب اليوم ما طرق فإن تجد لي فها أنت ابن فاطمة فإن تجد لي فها أنت ابن فاطمة وليس يضمع من بالماء قد وثقا وليس يضمع من بالماء قد وثقا هذا وأستغفر الله لي ولكم والصلاة على محمد وآل محمد. أحسن جزاك الله خير. عن الإمام الباقر عليه السلام قال إن أبي علي بن الحسين عليه السلام ما ذكر عليه نعمة لله إلا وسجد ولا قرأ آية من كتاب الله فيها سجود إلا وسجد وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمي السجاد لذلك. والآن عرض مسرحي عنوانه من هذا استضافة لطلبة مدرسة عبد الله بن عبد المطلب فكرة وإخراج وتدوير الأستاذ دكتور مقداد العميدي فليتفضل المسرح. لا عذب الله لا عذب